اعرض لحضراتكم الحقيقه واحد من الملفات والموضوعات اللي هي الفاتوره بقى، الفاتوره اللي كله بيحاسب عليها، واللي يخصنا منها احنا كنادي اهلي فاتوره صعبه جدا الحقيقه، فاتوره مرتبطه بحاله الاجهاد، فاتوره مرتبطه بتوالي الاصابات. احنا الحقيقه الموسم ده بداناه بسكواد اقوى بكتير جدا جدا كما وكيفا من السكواد اللي حقق بطولات كتيره جدا السنوات الاخيره، الموسمين الاخيرين على وجه التحديد. وبالتالي اداره النادي الاهلي شافت انه واحده من الملفات اللي لابد من التعامل معاها هي كثره المشاركات وكثره البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي وبيلعب على او بيستهدف التتويج بيها. عانينا من فكره الاصابات في السنوات الاخيره، وبالتالي كان لابد من دعم الفريق السنه دي بشكل كبير، وهو ما تم عدد كبير جدا من الصفقات المهمه اللي انضمت للفريق. لكن الحقيقه انك انت توصل لثالث موسم بدون راحه سلبيه وبدون فتره اعداد، اعتقد انه الاهلي دفع ثمن ده غالي جدا، ومعظم لعيبه مصر او معظم انديه مصر تعاني بشكل يمكن اقل نسبيا من النادي الاهلي، من معاناه النادي الاهلي، لكن تظل المعاناه قائمه. والسؤال اللي كنت بساله قبل الهوا على طول لزمايلي في السادسه هو احنا ازاي هنكمل الموسم؟ حقيقي يعني يا كابتن سامي قمصان الحقيقه النهارده وهو بيحاول يعني ياخد باله من لعيبته على قد ما يقدر، وهو بيحاول يتلافى حاله الاجهاد ويحاول ان هو يرجع اللعيبه المصابه، بيصاب لاعبين تانيين. وبالتالي انت عندك موسم هيمتد اكيد اكيد لنهايه شهر 8، يعني بتتكلم تقريبا في 9 اسابيع متبقيين، هتكمل ازاي الموسم ده؟ التقرير اللي هنشوفه ممكن يكون جزء من الحل. مؤتمر اقيم الحقيقه النهارده مرتبط باصابات الملاعب وطرق التاهيل والمستجدات فيها. خلينا نشوف، او المؤتمر اقيم امبارح لكن التقرير معانا هينقل لحضراتكم تفاصيل اكتر عن الموضوع ده واهميته، لانه اعتقد يمكن يكون الشغل الشاغل النهارده لمعظم الانديه المصريه. خلينا نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم. احنا وجودنا امتى؟ احنا اولا موجودين من سنه 37، قسم علوم الصحه موجود في كليه التربيه الرياضيه بنين بالهرم جامعه حلوان من سنه 37، ولكن قسم الاصابات والتاهيل ده مستحدث بقاله 22 سنه، بيخرج ناس حاصلين على درجات عليا، دبلوم وماجستير ودكتوراه. لما الفئه دي بدات تزيد والمجتمع بدا يبقى فيه احتياج لاخصائيين التاهيل في الانديه، بدانا نفكر طيب فين الامبريلا اللي ممكن ترعى هؤلاء الخريجين، ده رقم واحد، وتبقى ليهم مظله، المظله دي يقدروا من خلالها ان هم يشتغلوا بشكل قانوني بشكل كمان علمي، لان انت هتقدر تساعده انك تعمل ورش عمل، تقدر تعمل كورسات علميه متخصصه في مجال التاهيل. مؤتمر اليوم هو مؤتمر على المحك، يعني احنا من فتره نسمع هنالك نزاع ما بين التخصصات وتداخل ما بين التخصصات في العلاج الطبيعي والاصابات وتداخل كثير يعني ما بين التخصصات. ان شاء الله هذا المؤتمر يضع النقاط على الحروف، وان شاء الله لكل ذي حق حق، كل واحد هم الكل خير وبركه. يعني اختصاص الاصابات هو اختصاص مهم جدا، اختصاص العلاج الطبيعي اختصاص مهم واساسي جدا، والكل ان شاء الله يكونون في 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 عملهم المتميز وعملهم الأساسي في منظومة الطب الرياضي. معرفة أولا مفهوم المنظمات النقابية، تشكيل ومقومات المنظمات النقابية على تشكيلاتها المختلفة، دور اللجنة النقابية وأهدافها سواء الأهداف العامة أو الأهداف الخاصة، وحقوق النقابي أو حقوق النقابي، وأيضا تخصصات أو من يقوم بالعمل النقابي التزاماته وحقوقه. ثم أيضا نتطرق إلى مسألة يعني الاختصاصات المتشابكة ما بين الطب العلاج الطبيعي وما بين التأهيل الإصابات والتأهيل الحركي. هو علم كبير، علم كبير، وهو فرع من فروع الطب الرياضي برضه، كويس. الحقيقه بيحتاج لامكانيات، مش امكانيات على فكره غير عاديه، لا، هو بيحتاج لامكانيات متواضعه بس الشخص يستطيع انه يستغلها صح. يعني التاهيل عاده لما يكون بنستخدم التاهيل اليدوي يعني بيبقى مهم جدا 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 واساسي، بس يكون الشخص فاهم هو بيعمل ايه. الموضوع مهم جدا 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 لان التاهيل بيبدا فور وقوع الاصابه،
يعني الإصابة أول لحظة المسؤول عن عملية التأهيل بيختلف من المصاب، هي دي بداية التأهيل. وطبعا بيختلف من إصابة لإصابة وهكذا، بيختلف من رياضة لرياضة وهكذا. مهتمين جدا بتطوير الرياضة المدرسية وإن أولادنا يتمتعوا بالصحة واللياقة البدنية والصحية والذهنية. فتعاوننا مع النقابة في مبادرة قوامي وصحة أجيالنا، بتهدف إلى هذه المبادرة إلى إعداد عدد كبير جدا من المعلمين بيبلغ حوالي 2000 معلم في دراسة هتكون نظرية وميدانية لنبدأ فيها خطوة انطلاق جديدة لمعالجة الانحرافات القوامية داخل المدارس المصرية وزيادة الوعي لدى أولياء الأمور بأهمية وخطورة هذه الانحرافات وتأثيرها على الصحة العامة.